من غلاكم كل خير من غلاكم، كل نجم يشع يضوي في سماكم. يا هلا والنور يسري في رباكم، جينا نسعى للأماني من غلاكم. كم وكم ذكرى بتجمعنا معاكم، في دروب الخير ما أبهى لقاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله خير. والله أقول جزاكم الله خير، كل واحد يفاك باسمه. ها؟ ترى هذا مسواك نعمة يا عبد العزيز. تدري أن يعني أن المسلمين يستهكون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أوروبا والحضارة الغربية في عصر الظلمات لا يعرفون النظافة ولا حتى يعني ليس السواك، ولا يعرفون الفرش الأسنان، هذا ما استخدموها إلا قريبا في عصر قريب صحيح. وكانوا يقولون يعني يعيبون على المسلمين، كان في يضعون في أفواههم أعوادا. هذه نعمة. طيب نعم، بس قبل نعود. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سلمت. ما سلم. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى. السلام عليكم. أهلا أهلا. والله أنا شفت مسويك. هذا إيه والله أنا شفت مسويك. استغربت. يقول حتى في إحدى المعارك. إحدى المعارك هزم يوم قالوا إنهم يأكلون الشجر. شافوا يعني. عود الأراك. شجر الأراك يتميز سبحان الله بيعني هذه الميزة. حتى الآن استخدم معجون أسنان يقولون من عود الأراك. أنا أصدقائي طب أسنان. أولاً يا أيها المشاهدون، هذا قل كذا يا عبد الله، قل كذا يا خالد. هذا أنا عاد مسواك صغير يعني. أنا طويل، أنا الحمد لله طويل. أنا هذا متوسط، خير الأمور أوسطهم. الآن هذا يا أخواني يا مشاهدين، أنت مسواكك شغل. لا أنا بقول شيء قبل يروح علي. لا مسواك مو مستقيم شكله منتكس. لا أنا بقول شيء الحقيقة، ألاحظ خصوصاً البنات، الرجال تشوفونهم بكثرة، البنات قليلاً يستاكون. الله. والسلف كانوا يستاكون من النساء ولا ما يستاكون؟ فاطمة. فاطمة ما غار على السوق وقال يا عود أراك مالي أراك. انصحت صح. بالنسبة له الشاهد أنه يعني الاستواك كان في عهد السلف صح. فأنا أقول أولا هذه سنة ثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل هل تعجب أنت يا أبو عبد الله وخالد والمشاهد الكريم لو قلت لك إن ختمت حياة الرسول بالسواك ولا ما ختمت؟ الله. كيف يا أبو عبد الله؟ قل لمشاهدك في يعني لحظة أو وقت عشان مهمة القضية دي ترى بعض الناس فايدتها أنه وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حالة الوفاة فيعني اشتد عليه المرض. حلو. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وكان معه في سواك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السواك ففهمت عائشة رضي الله عنها زوجته فهمت الطاهرة المطهرة. نعم فهمت سبحان الله ماذا يريد، فأخذت السواك من عبد الرحمن أبي بكر رضي الله عنه وقضمت السواك وجهزته ونظفته وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل صلى الله عليه وسلم يستاك وهو على فراش الموت في آخر يعني في آخر لحظات حياته. تصور المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يحرص على السواك، وش رأيك؟ نعم. كما حرص قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة قبل لا يموت ملكة أيمانكم صح؟ نعم. يعني الصلاة تركه من أركان الإسلام ومهمة، وما هذا قارن بها بقوله فعله وهو إيش؟ السواك. نعم. ولذلك في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم الله. وهذا من حديث الرحمة بالأمة، إيش قال؟ قال لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بيش بالسواك. لو أمر بالسواك عبد الله صعب الآن في ناس ما عندهم وجوب. نعم. ولا عندهم ناس شجر الأراك. أيوة ولا موجود في كل مكان، ويمكن السواك هذا يصير بأغلى الأثمان. أغلى أثمان يستغلون الناس. صدقت. ويصير مثل ما قلت، مثل ما يجيبون لك أنا سجادات اللي يسمونها بريحة وكذا على 60 و70 و100 ريال، يصير الريال المسواك ذا اللي تلقاه حزمة ب10 ريال يبيعون لك إياه ب10 ريال. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا نشق على أمتي لأمرتهم إيش؟ السواك. عند كل صلاة. وفي رواية عند كل وضوء. عند كل وضوء. شف فلو سألت العلماء قال لك هل صلى الله عليه وسلم كان يستاك بس عند الصلاة عند الوضوء؟ لا لذكروا لك وقال. صح أبو عبد الله؟ نعم. تفضل أبو عبد الله. استاك قبل قراءة القرآن أيوة. وإذا استيقظ من النوم استاك من نومه. تقول عائشة إذا قام صلى الله عليه وسلم من نومه شاص فيه شاص فاه بإيش؟ بالسواك. ليش؟ شوف علماء صدقين دكاترة أسنان صح ولا مو صح؟ جعفر الرماني المهيدي بخوينا اكثر الاطباء اصحابنا كلهم اطباء اسنان. أيه. ودرس بريطانيا جعفر الرماني، رحت له في بريطانيا ايام كان في بريطانيا ودرس بريطانيا عام 95 و96 رحت له. يقول ثبت طبيا في هذا السواك ان الانسان اذا قام من النوم تتجمع البكتيريا كلها تحت لثته سبحان الله. البكتيريا النائم تتجمع البكتيريا. أيه. مجرد ان يشوص الواحد
تقتل البكتيريا قتل. الله اكبر. هذا مدمر البكتيريا. بس حركه. تقول عائشه اذا قام من نومه شاصفاه بالسواك. يعني طوال يقول كذا. فالبكتيريا المتجمعه ذي يقول جعفر صديقي واكثر الاطباء حقون السنه سالتهم قال نعم تقتل البكتيريا كلها تقضي عليها. يا سلام. ولذلك يعني يستحب ارفع صوتك عبد الله جزاك خير. يستحب احياء هذه السنه. اي. التذكير بها. بعض الايام اصلا في المسجد سبحان الله يعني من احياء السنن تشوف الامام اذا كان راعي سنه طلع السواك مثل ما ذكرنا انه عند الصلاه يسن. فتجده يذكر الباقين كانه يشير اليهم تجده الباقين كلهم يدعون. هذا الشيء شفته انا ما شاء الله به علي. قولوا ما شاء الله عليه. ما شاء الله. من يوم انا امام ما شاء الله عليه. قولوا ما شاء الله عليه. لي 34 نعم. سنه ما شاء الله عليه. قولوا ما شاء الله. اي والله مجرد طلع السواك. كم حضرت من صلاه؟ 34 سنه. 34 صلاه. فالشاهد من جرد السواك مثل ما قلت عبد الله كل اللي وراي اللي معهم مسواك كاني اذكرهم يطلعونه. ولذلك برضو خلنا نفتح المجال اكثر. حلو. يعني وناخذ بعض السنن. يعني بعض السنن قيل مسألة السواك هل يستاك باليمين أو باليسار؟ حلو. وهل يبدأ من اليمين؟ حلو. باليسار؟ حلو. طبعا الأصل فيها سعة طبعا لكن لو أخذ واحد الصفة النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حسن يأخذه باليمين. باليمين. وكل شيء يعني غير ذلك فبعضهم قالوا السواك تنظيف يستخدم باليسار. حلو. ويبدأ من الأيمن إلى آخره. وكذلك نذكر الناس وكذلك انها عند دخول البيت. لا ابو عبد الله بس عشان نفصل يعني ايه. قالت اذا بتاخذ التفصيل ايه. الفقهاء قالوا اذا كان للنظافه بتنظف مثلا للنظافه ايه. نعم اذا قصد باليسار لكن بتطبق السنه باليمين. باليمين صحيح اه. هذه اذا ايه. كان انه متنظف جاهز لكنه يريد صحيح. جزاك الله خير ذكرتنا هذا الشيء. ومنها برضه الاشياء التي يستخدم فيها السواك عند دخول البيت. صح يطيب رائحته للقاء اهله. يا سلام. صحيح. باقي واحدة عاد دور هذا أبو عبد العزيز. بعض الأيام ترى يغفل الإنسان لكن لو أهديتني أنت سواك وكم لك من الأجر؟ صحيح تعيني على ذلك يعني أنت لما تشتري تروح تشوف ذلك حتى اللي يبيعون مساويك ودنا برضو نعينهم. صحيح. ونخليهم يكثرون وخليهم يشتغلون. بعض الأيام ينشب له الواحد فيها مسواك بقيمة أنا ما نقول صار مبالغ في سعره لكن الشيء العادي بريده لا تزيد في ماكسه خذه واحتسب الأجر. لما تهدي فلان وتعين على السنة. ولذلك أنا فعلا هذا الموضوع لو أنه يعني الأمر الثاني أبو عبد الله هو صح أن الأصل هو النظافة والسواك. حلو. لكن لو الآن قال واحد أنا في العصر الحديث وتطورنا وكذا في فراش أسنان أيوة. في معجون أسنان هل هذا يغني عن هذا؟ لا أبدا. هذا يقوم إذا كان نظافة أبو عبد العزيز ما في مشكلة يعني. حلو. حلو. يعني ينظف بالفرشة بالفرشات ما صح نعم. يعني ليس ممنوع ومستحب يعني. نعم. لكن ما يمنع انك تطبق السنه تاخذ نعم. السواك كنوع من يعني نحن نقول للمشاهد الكريم وقد بقي من الوقت قليل الظاهر دقيقتين او خمس دقائق واقل اكثر ايه. انه يعني يا مشاهد يا كريم لا تحمل نفسك السنه يا اخوي الله سنه محمد ما دامت محمد طيب اقول لك حديث انا بسالك انا بقول لك حديث لحظه خليني اكمل لك انا بسالك لو تسال اي مشاهد كريم ودك ترضى ربك ولا مودك؟ انا ابو عبد الله جاوب على المشاهدين بدنا نقدم ارواحنا ربنا تقدم ارواحك صح؟ نعم الرسول عشان يرغب بالسواك ويرغب المشاهد الكريم بالسواك جاب الحديث ما هو الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب الله اكبر تصور ملك الملوك يرضى عنك بالسواك وبعدين لو قال سليمان الجبلان قال بن عثيمين قال مالك قال الشافعي قال احمد بن حنبل قالوا ما له حق حد حضير ما له ليس للشافعي او مالك ابو حنيفه وابن حزم ان يشرع ان يشرع ان يضع حديث مثل ما يشرعوا لك بعض الناس في الجوالات ويكتبون لك رساله ويقول لك صل على الرسول 100 مره وارسلها لغيرك والا ستكون في ذمتك ليوم القيامه استغفر 70 ما جيك رساله يا عبد الله هذا تشريع ولا ما تشريع؟ تشريع من قبل لما الزام بعمل ما امر الله لا تلزم الناس ما لم يزم بالله الله انكر على الذين عبدوا الله بغير دليل فقال في صوت الشورى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله فلما ياتي اي عالم من السلف ولا الخلف يقول يا اخوان تسوكوا ترى السواك مرضاه للرب ومطهره للفم تقول من اللي قال هذا؟ اقول له انا اسف قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضات للرب ذلك ترى برضو يا شيخ سليمان ودي تعرج على من ابتلي بالدخان يعني يا سلام يعني لو يعني يكون هذا السواك رفيق له حلو بإذن الله أنها من أسباب المعينة لأنها دائما يعني بعضهم على طول يده فاضية يريدها في السجن حلو لفتة حلو فلما يستخدم السواك ويرضي الرب سبحانه وتعالى تكون من الأسباب التي تجعله يخفف هذا وحتى لو دق له سجارة بعد السجارة مسواك
شو رايك؟ احنا نقول شرناتك سجارة. انا اقول لو ان طنت في راسه طنه فدخن سجاره مباشره بسرعه. خلي هذا القديم جنبه يمسح. انا هذا قصدي يمسح يستحل نفسه صح؟ صور بعد السجاره قصدك انه يمسح. انا برضه يعني او ايضا احنا نقول هذا السواك شوف هذا الشرع سبحان الله حتى السواك دلنا عليه شيء بسيط نظافه فم هذا يدل على ايش يا ابو عبد العزيز؟ عظمه هذا الدين ما ترك شيء سبحان الله لا صغيره ولا كبيره لا شارده ولا وارده الا دلنا عليها. نعم نعم. اي خير اي خير لهذه الامه ولهذا الفرد الدين ما يتركه يدلنا عليه صح. واي شر لهذه الامه والمجتمعات وغيرها او للفرد الدين ينهانا. قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. والله اني اتسوق في حدائق بريطانيا. انا رحت من ما شاء الله عليك قول ما شاء الله عليك ما شاء الله من لندن البورث بورث من اخر لندن حوالي 10 ساعات برا. قالوا تبغون ساعه طياره ولا تبغون برا؟ كان يمكن الظاهر 93 1900 يعني 1113 14 ولا تبغون برا؟ قلت اللي معي شو يا اخوان رحنا بالطياره ساعه ما حد شفناه ولا شافنا احد وصلنا صح. لكن خلنا نروح نطيق البر نمر على حدائق نمر على مجمعات اسواق نمر ونوقف نصلي ويمكن صلينا الناس يشوفون هالامريكا ويصير في دعوه فرصه. وحنا ما شاء الله ما احنا بواحد اثنين ما شاء الله ثمانيه وسبعه ما شاء الله عليك. ونوقف نصلي وفعلا والله طلعنا من لندن طبعا تمر على شيفيلد تمر على مدن مثل ما تطلع من الرياض بالقطار ولا بالسياره؟ لا بالبيك اب مو بيك اب يسمونه ذا التبيس الصغير. التبيس صغير تسع انفار ماشي المهم التبيس صغير ونمشي والله مثل ما تطلع الحين من الرياض مثلا ولا من عنيزه وتمر على ما شاء الله البدايه عرس دخنا نمر على هالقرى البريطانيه ونوقف نصلي هالخضار وهالجمال مثل الخضار ذا اللي ورانا اللي يشوفونه مشاهدينا الكرام ومثل الحدائق ذي وخضار وجنه الله في ارضه ولا صلي صلاه جمع ما شاء الله علينا. قولوا ليش؟ عشان تستغلون اوقات الصلاه عشان نستغل اوقات الصلاه يشاهدوننا ايش؟ الناس في اهل المجمع تعرف عندهم هناك اذا مشيت مثلا 100 كيلو يجيك مجمع كامل مطاعم واسواق وكذا وفي حديقه قاعدين فيها الناس فحنا نؤذن انا اذن وصلي وقبل لا اوقف الصف وش اسوي؟ تسوق فالبريطانيين الصغار البريطانيين عين الصغار البريطانيين اسمعهم انا ماي فاذر ماي فاذر وات هي دوينج وات هي دوينج ايش معناها؟ وش يسوي هذا؟ اي شو مسوي كذا قاعد اقول كذا هالكائن الغريب هذا ايش يسوي؟ وخصوصا اللبس ذا السعودي ما غيرته وشخصيته خليجيه زين والله اسمعهم صغيرين ماي فاذر ماي فاذر وات دوينج ليش؟ ما شاء الله انت من زمان تتكلم انجليزي برضه ايوه سوك انجلش افتر افتر اي قبل قبل صح بيفور يعني بيفور انا حتى الانجليزي تعرف مع الزمن يتغير فالشاهد فكنت اسمعهم بداني يقول ليش هذا ايش يسوي؟ هذا وش ذا؟ فيضطر الاخ جعفر هذا الدكتور اللي معي والاخوه اللي عندهم انجليزي هم يدرسون هناك يقولون هذه سنه محمد وهذا محمد يتكلم عن من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه شبه السواك ذا لفت نظر من؟ الغرب هالغربيين ذو البريطانيين هو سواك يعني رغم اني اقدر اقول الله اكبر سواك في جيبي ولا تسوقت ولا شيء الصلاه نفسها تلفت نظرهم صحيح حتى اذكر لما اسجد يستغربون يجي يقرب ويحاول يسمع وش اقول سبحان يستغربون الله. لكن الشاهد اني مجرد حتى حديقه اليزابيث في بورث في اسف يعزف في بريطانيا في لندن يوم قعدت استاك قبل اصلي جو بعضهم سالني قال هذا اللي بيدك ذا وش ذا؟ اها طبعا مو بريطاني نفسه مو بريطانيين يابانيين جايين يزورون حديقه اليزابيث في بريطانيا في لندن ما شاء الله مستغربين فلذلك يعني هذا السواك نقلت السنه الى اليابان ودعوه ولا مي دعوه؟ دعوه دعوه استغرب هاي وبعدين تذكر من تذكر اشرف من وطأت قدمه الارض محمد الله الله بسنه واحده من سننه وبهدي من هديه بقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتم ايش؟ بالسواك عنده كله فصارت السنه وانا اطبقها والله وبالله يا اخوان الله في الصين في كوريا الجنوبيه في سريلانكا في امريكا في بريطانيا يعني الحمد لله تذكر عندنا الدين يدل على النظافه النظافه نعم. وتعلمها البريطانيين والاوروبيين ان هذا محمد اللي علمنا كيف نتنظف وان امرنا بالسواك ها بعض الأطباء مثل ما ذكرت في كتب ألفت في السواك مش كتب وذكروا فوائد عن اللثة وعن السيوطي ذكر فوق 40 فائدة الأنف حتى الصوت وذكروا أشياء كلها تعتمد السواك فنوصل الجميع والأحباب والإخوان أن يستنوا بهذه السنة المحمدية ترى حتى في رمضان يجوز يجوز سؤال ابن عثيمين يقول في أوله وفي آخره هذا سؤال جميل يا شيخ خالد وش تقول فيه؟ هل يجوز استياك إنسان في رمضان نعم. وصائم نعم. نعم في نهاره في أوله وآخره أي وقت أي وقت هذا كان عثيمين في أوله وآخره وقبل أختم
يا اخوان خلكم مثل حمودي الله يرحمه صالح صديقنا كان دائم مع حزمه يوزع على الناس ما تشوفونه ما قد جينا جزه الا مسويكم بجيبه يوزع كان جيب طيب حزمه ابو عبد العزيز والله عاد انا ما جاء عن بالي يلا ان شاء الله مره ثانيه اليكم والسلام عليكم ضلع مساويك الله يجزاكم خير يلا هذه مسواكك مسواكك يا مسلم من غلاكم كل خير من غلاكم كل نجم يشع يضوي في سماكم يا هلا والنور يسري في رباكم جينا نسعى للأماني من غلاكم كم وكم ذكرى بتجمعنا معاكم